لو الحكاية فيها إن فيتو. بدأت سنة 48، وكان سني بقى 25 سنة. كان تاجي ناس من اليونان عشان نأكلها السمك اللي على كريكا. هو الأكل حياتي كانوا بنين مع بطلات بومبري. بعدين أشتغلت في رأس ساوش 3 سنين. بعد ما جيت من رأس ساوش أشتغلت في حال إليت اسكندرية. اسكندرية في محطة الرمل. اللي علمني بقى أخوي أحمد الله يرحمه. أخوان أخوتي يعني عيل صغير كنت بساعده. اشتغلت في إليت، كان بأكل أحمد النجيب. أحمد النجيب باكر اللي أبو أدهم النجيب بقى. لا الملك بقى عملت له بقى شربة على شربة بقى شربة على جريجة. كان حد فترة الأس أول ما يا رب العالمين يا رب. أنا كنت باخد 2.5 جنيه. البنت المحبوسة لا مع مرة واحد من الملك فيصل. مع الملك فيصل السلام. وبعدين على الخلاب وبعدين أكلناها سمك. والسمك ده انبسط منه تبرع لكل العمال النادي شعر. أوه.